البشر النماذج، منهم اللي بتقهرهم ظروف الحياة ومنهم اللي بيقهروا ظروف الحياة. في ناس بتدخل الدنيا وتخرج منها من غير ما يخطوا أي سطر فيها، وفي ناس تانية بيكتبوا بحروف من نور أساميهم على الدنيا، وتفضل الناس فاكراهم طول العمر وتفتكرهم كمان بعد ما ماتوا. الناس بتحترم اللي بيشتغل واللي بيتعب واللي بيتغلب على صعاب. الناس بتحب الناس الشريفة النظيفة اللي بيكسبوا لقمتهم بعرق جبينهم. والحياة مهما ادت لحد تعبان في حياته بترفعه بعد كده. الحياة بتقسم 24 قراب بتوعهم على الناس بطرق مختلفة، وبتقسم السعادة بطرق مختلفة. في الآخر اللي بيكسب هو اللي بيجتهد وبيرعي رب، هو ده اللي بيكسب. أهلا بيكو في الورد البلدي. معايا النهاردة الست صباح محمد. ازيك يا ست صباح؟ ان شاء الله تسلمي يا دكتور. عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى، انت عندك كام سنه؟ 53. 53 سنه. بتشتغلي؟ اه بشتغل. بتشتغلي ايه؟ في المستشفى. بتشتغلي ايه في المستشفى؟ عامله بتاعي. المهم عامله في المغسله بتاعت المستشفى. انت متجوزه يا ست صباح؟ اه. وجوزك فين؟ جوزي سايبنا ومشي. من امتى؟ بقى له سنتين دلوقتي. هو قعد 4 سنين، سابلي طفله رؤية عندها 15 يوم وراح ماشي وسايب. بعدها ب5 سنين رجع. طبعا عشان ما لقيتش حد بيصد ويرد عليا فتحت له الباب، ما اقدرش امشيه لان معايا 5 بنات منه. يعني هو اتجوز من سنتين او مش من سنتين؟ هو من قبل كده كان بيتجوز ويطلق، يتجوز ويطلق. وراح راجع تاني بعديها بكام سنه. قعد معانا شوية، يقعد معانا يومين ثلاثة ويمشي، يقعد معانا يومين ثلاثة ويمشي. مش القعد بقى اللي هو يبات يقعد كده، لا، يجي يبص علينا ويروح ماشي. ويصرف؟ يعني بيصرف عليكم ولا ايه؟ ساعات تبع تسهيل ربنا، فيه ما فيش ما تفرقش، بس بيجيب لي البنات اللي هم عايزين. يعني لو هم عايزين حاجة بيجيبها لهم. هو بيشتغل ايه؟ هو بيشتغل على الله ارزقي. يعني مجال شغله ايه؟ بيشتغل ايه يعني؟ على ما اسمع دلوقتي هو شغال في شركة امتر بانك. بتاعت ايه؟ بتاعت نتائج والحاجات دي. بيعمل الحاجات دي. يعني عامل في الشركة؟ اه. هو اما بيجي يصرف او الفترة اللي كان بيجي يقعد معاكي فيها مثلا شوية وبيصرف على اولاده، ما بيسيب لكمش مثلا؟ هو عارف انه ماشي ما بيسيبش فلوس لبعد كده؟ لا ما فيش. اجيب بني. ورغم كده هو متجوز تاني؟ أوه. وحاليا هو متجوز فعلا؟ اه فعلا متجوز. وعنده اولاد ولا ما تعرفش؟ لا ما عندوش اولاد. انتي قلتلي بتشتغلي عامله يا ست صباح مش كده؟ شغاله عامله في المستشفى. طب انا عايزه اعرف انت يعني، طب جوزك ما بيصرفش عليكي وهو ومن الاول يعني من زمان بيتجوز ويطلق وكده، قولي لي انت ليه معاه؟ يعني ليه مش مثلا منفصله عنه؟ ليه؟ عشان خاطر دول، لان انا متربيه بعيد عنه، متربيه بعيد عن اهلي. يعني عمتي اخت ابويا هي اللي مربياني، فانا ما حبيتش دول اهلهم اللي يربوهم برضو. قعدت معاه ما رضيتش اسيبه. يعني انت كنت انا مع عمتك اخت ابويا هي اللي مربياني. الله يرحمها. لا انت كنت قاعده بقى مع عمه الولاد يعني ولا كنت قاعده؟ لا انا ما رضيتش اسيبهم عشان عمتهم ما يربهمش. وما جيت رحت لعمتهم واقول لها كلمي اخوكي، قالت لي يا ماما روح الملجأ موجود وديهم الملجأ. جيت رحت لاخويا بكلمه بقول له اخويا عشان خاطر البنات وكده، انت عارف ان البنات صغيرين والحمل تقيل، قال لي روح القسم موجود طلقي منه وسلميهم لأهلهم في الاسم، أهلهم أولى بيهم، وتعالي اشتغلي وأكلي نفسك. قلت له لا، يبقى هم دول أنا أولى بيهم.
ما سيبهمش. انت عندك قلتي لي 5؟ اه معايا 5 بنات. بنات؟ اه رشد دلوقتي عندها 28 سنة، ودعاء عندها 24، ونورة ودينا عندهم 22 23، ورؤية اخر واحدة 19 سنة. رؤية في سنة كام؟ طالعة من تالتة اعدادي، واخدة الاعدادية يعني. هي الوحيدة اللي عندي متعلمة، واخدة الدبلون رشا، هي دي اللي خدت الدبلون، بقيتهم ما رجوش يتعلموا يكملوا تعليم. حد فيهم كان بيساعدك؟ لا كان بيساعدني ربنا، لان الدكاترة في المستشفى بصراحة ربنا كانوا بيساعدونا بأمانة. حضرتك عندك عيادة، الدكتور ده عنده عيادة، الدكتور ده عنده عيادة كده. يعني انت بتشتغلي عاملة في المستشفى، ومثلا يعني مثلا حد بيساعدك من العيانين او من الدكاترة او من الدكاترة؟ هم كانوا بيساعدونا، كانوا بيساعدونا الاول، انما دلوقتي ما بقاش حد يساعد حد. لا بيساعدوك ازاي يعني؟ يعني بيدوني فلوس، عندهم عيادة بروح انضفها، عندهم حبة سجاجيد لمقاضي بتاعة البيت كانت بتجيبها لي في العيادة اغسلها لها، كانت اما تيجي تقول لي روح البيت اقول لها لا ما احبش اروح البيت لان انا عندي بنات. يعني انت بتشتغلي، يعني المساعده دي نتيجه شغل مش مساعده كده؟ لا نتيجه شغل بشتغل. يعني هما بس المساعده، انت شايفه ان المساعده ان هما بيقدموا لك شغل؟ بالظبط، هما بيقدموا لي شغل. والشغل ده باخد اجره. تمام. يعني باخد اجره منهم. بقى عندهم لما اغزى اللي بتديني 2 كيلو رز، اللي بتديني كيلو سكر، اللي ازازه زيت، علبه سمنه كده، عشان اساعد بيتي واساعد عيالي. طب انت عندك كام بنت؟ معايا 5 بنات. 5 بنات. اكبرهم عندها كام سنة؟ دلوقتي عندها 28 سنة. والصغيرة؟ الصغيرة 25 26 سنة. الصغيرة 26 سنة؟ اه. اصغر واحدة عندها 19 سنة، اصغر واحدة. يعني انت عندك 28 26؟ عندي 28 26 24 او 23. واخر واحده 19 سنه. طب هما يعني بيساعدوكي بيشتغلوا؟ لا الحمد لله. الحمد لله. انت مش عايزاهم يخرجوا يشتغلوا؟ لا عشان بخاف عليهم. وبعدين الحمد لله انا جوزت 4، فاضل معايا واحده. الاربعه قبل ما يتجوزوا ما حدش فيهم، يعني انت جهزتيهم ازاي؟ رزقهم كنت بجيب من حضرتك ومن غيرك ومن غيرك بالقسط، كنت ماشيه معاهم بالاقساط. في الناس كانوا بيجيبوا لي الحاجة وبدفع بالقسط. انت كنت بتشتغلي عاملة في مستشفى قلتي؟ اه وما زال لحد دلوقتي شغالة عاملة في مستشفى برضه. انت عندك كام سنة معلش قولي تاني سنك؟ 53. 53. بتشتغلي في المستشفى هاي قلتي لي في المغسلة؟ مغسلة اه. ومين بيساعدك في المستشفى؟ معايا ربنا، انا بساعد الكل لما حدش يساعدني. في الفلوس ولا من ناحيه؟ في الفلوس. من الدكاتره، من هنا من هنا، ولاد الحلال كتير. بس المساعده دي يعني مقابل ايه؟ مقابل عمل مثلا ولا هم مقابل العمل؟ بيجيبوا لك شغل يعني؟ بيجيبوا لي شغل اه. في المستشفى ولا في العياده؟ يعني ممكن اروح عند عياده دكتوره انضفها واعملها، وعند دكتوره انضفها برضو واعملها، فبتديني اجري. يعني انت المساعده اللي بتحصلي عليها بتبقى مقابل عمل انت قمتي، مش مجرد مساعده كده عاديه. فانت معتبر ان المساعده دي، ان العمل اللي هما بيجيبوه لك مساعده. الشغل هو انت بتساعديني بكده، احسن ما مدي ايدي لحد، احسن ما امشي ماشي مش كويس. انا عايزه اعرف، انا عارفه ان الدنيا دلوقتي غاليه جدا، انت ازاي قدرتي ربنا يكرمك، يعني ازاي قدرتي تجوزي بناتك؟ الحمد لله من رضا ربنا عليا. يعني في ناس كتير كانت بتساعدني، في ناس كتير جدا كانت بتساعدني. ازاي؟ الحمد لله يلموا لي جمعيات وادفعها في اليوم جنيه، في اليوم 5 جنيه تبع تسهيل ربنا. ربنا كرمني بال10 جنيه بدفع ال10 جنيه، ربنا كرمني ب5 برضو بدفع ال5. يعني الرزق بتاع ربنا بدا اليوم بيوم، كنت بجهز بيه عيالي بناتي. لكن انت لا ابوهم ولا اخواتك ولا الحمد لله ولا عمتهم ولا عمامهم لا بنتي اهي
كانت بتشتغل عند عمتها وجهزتها، جابت لها البوتاجاز والغساله والحاجه اللي هي كانت عايزاها. بنتك كانت بتشتغل عند عمتها؟ اه. بتشتغل ايه؟ بتشتغل بتنظف لها شقتها، بتكنس وتمسح وتغسل وتطبخ. اه. ومقابل كده؟ اه. ومقابل كده جابت لها الغساله، لها البوتاجاز والغساله. هو طبعا الشغل مقابل المادي ده بيبقى كويس مش وحش، بس وحش. بس ان انت تبقى عمتي اخت ابويا وتعملي معايا كده، بتعامليني كشغالة، صح ولا لا؟ قوليلي انت حاسه انك مستريحه علشان في المرحله اللي فيها بناتك دلوقتي انك اتجوزتيهم و... جوزتهم اه الحمد لله والشكر لله، احمد واشكر فضل الحمد لله. والبنت جوزتهم فاضل واحد، ربنا يقدرني برضو، وفضل لها حاجات بسيطه. هي مخطوبه يعني؟ لا لسه ما اتخطبتش. ربنا يرضاها ان شاء الله. قوليلي انت لو كانت ظروفك غير كده كنت تحبي بناتك يطلعوا حاجه تانية غير كده؟ طبعا كنت اتمنى ان هم ياخدوا حاجه دبلون، حتى اقول لحضرتك مش الاعداديه، كل واحده تاخد دبلون، عشان اما الظروف تميل بيها زينا كده هتبقى متعلم، تبقى معاها شهاده. انا لما جيت اقدم لبنتي الكبيره عشان تاخد شهاده كبيره، رحت قال لي تدفعي 380 جنيه حجز كتب. جت كانت والدتي كان وراها قرشين فدتهم لي، بصراحه رحت جايبه لكل واحده حلق وخاتم في ايدها بدل ما اجيب لنفسي، رحت جايبه لهم هم. قولي لي تحب تقولي ايه لماما؟ اقول لها ربنا يبارك لنا فيك ويخليكي ويديكي على قد اللي انت عملتي معانا، لانها تعبت كتير وشقت كتير عشان انت. حاسه ان ماما تعبت كتير عشان كتير كتير جدا وبهدلت كتير. قولي لي الفتره اللي ماما تعبت فيها هي ما كانتش بترضى تشغلكم، انا عرفت انها مش عايزه تشغلكم. اوف عشان ما تبهدلنيش، عشان ما حدش يتحكم فيه. انت كان نفسك الوضع يبقى مختلف عن كده؟ كتير كتير كان نفسي نعيش احسن من كده، بس هو ربنا كاتب لنا كده، لازم نعيش ونرضى. انا عايزه اعرف حاجه، لو بابا كان موجود كانت الامور هتختلف عن كده؟ مش قوي يعني، بابا ارزقه شغال على قد يعني يعني مش قوي يعني، هتبقى كويسه نص نص مش قوي. انت كنت حابه ان هو موجود معاكوا حتى كروح طبعا عشان احنا بنحبه جدا وهو بيحبنا ودلعنا كتير، ما خليش فينا حد ناقصه اي حاجه، كان حنينة وحب، كان يعني هو اتحرم منه من ابوه كان هو بيعمله معانا، كان يقول انتوا ولادي وانتوا ام ابويا وانتوا كل حاجه. يعني كنا نتمنى ان عيالنا تبقى احسن من كده بكتير. قولي بقى ايه الكلمه الاخيره اللي تحب تقوليها لكل ام؟ كل سنه طيبه الاول بالنسبه لعيد الام. السلام يا دكتور. قوليلي. اتمنى ان الناس كلها تبقى كويسه وتبقى احسن من كده، الشباب والبنات، وكل سنه وهم طيبين وعقبال كده 100 سنه بس نشوفهم ان هم كويسين، ما نشوفش الهرجله اللي بنشوفها، ما نشوفش اللي بيغتصبوا واللي بيعملوا واللي بيخطفوا واللي بيسرقوا، ما نشوفش ده كله. كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه يا دكتور، وحضرتك انستينا وشرفتينا. الله يخليكي. شكرا. ست صباح كل اللي كانت بتتمناه في الدنيا انها تبقى ست زوجه حقيقيه، مش زوجه على الورق، زوجه بجد معها جوزها يقف جنبها ويساندها ويساعدها في الحياة الصعبة جدا اللي هما برضو كانوا هيعيشوها، بس لو كان موجود يمكن كانت الدنيا بقت أسهل شوية، أو على الأقل كانت حاسة إنها سعيدة. ما هي أصل السعادة مش بس في الفلوس، ممكن تكون السعادة الواحد برضو تعبان بس يبقى مع اللي بيحب.